يا مرحبا يا مرحبا، يلا حيه. هذه الان تجربه الكشاف الكبير يدوي. طبعا كما ذكرنا ان فيه تعليقه مثل حقه القلم، تعلقه بثوبك حيث بغيت تستخدم كان الكشاف اللي هي اللمبه الجانبيه هذه مثلا اثناء المشي. خلينا مثلا نوضح مثلا كم قوتها. طفي اللمبه تماما. تقريبا بيني وبين الشبكة الطول هناك حول 10 متر، لونها شيء بس 8 8 حولها. ناخذ يا متر الآن، هذا الآن في يدي سبعة ثمانية متر تقريبا. إنارة واضحة تماما، يعني تلاحظون الصورة جدا قوية، هي اللمبة الجانبية هذه. ممكن تلقيها على مصباتك أو في ثوبك أو قميص او اي شيء، وتصير مشاهدة تنور قدامك وقت الطبخ، وقت التزيين، وقت الشغل الى اخره. كذلك اللمبة هذه الكشاف الرئيسي اللي هو الكشاف هذا الان كذا، والانتشار عالي. اذا بغيت تروح مسافة بعيدة ازوم عليه ويصل معك الى نصف كيلو تقريبا. يعني هذا اطلع سلاح بعيد، يعني يجينا الجوال ما يظهر الانارة بشكل صحيح. السماء يرسم على خط 13، يعني 13 ذاك البعيد هناك يجي له حول 200 300 متر بالراحة. هذه للبدء وهذه للانتشار، يعني الآن انتشارها جدا جدا عالي. نجي للميزة الثالثة أو اللي هي الأهم حق اللي نظرناها يسمونها البر بالذات، اللي هي المغناطيس اللي في ظهر الكشاف. الآن مثلا كاشة جنب موتري مثلا على سبيل المثال، بأطبخ جنب موتري. كان كره بعض الناس إذا يطلع يبعد عن موتر عشان يقضي حاجته، فيصير وده إنارة يعني يتنور لهم غير ما يمسكها هو، فيلجأ إلى المغناطيس. طبعا تشغل اللمبة الجانبية، أنسب شيء هذه اللمبة الجانبية الآن، وأبد مسكها على بد السيارة. عندي البطي هنا منحني شوي، ايوه هنا صار كان مستوي. تلاحظون الان انارة جاية معي على جنب الموتر كامل، هذا الموتر كذا تلاحظون تقريبا اخذ الموتر كامل وزيادة. ابد حتى لو كان 3 4، حتى لو ارفع من فوق على التندة مثلا بالشكل هذا كذا. تلاحظون الان انارة منور، إنارة كبيرة يعني 15 في 15 بالراحة. يعني جالسين 4 5 6 ريادين هنا يطبخون ويزينون ويصرفون ويشوفون بعضهم، حتى في قراءة وكتابة يمدي يقرون يكتبون. أو مثلا عنده شغلة يطبخ ويزين، تصير الإنارة جدا ممتازة كأنها لمبة جانبية لك. فحقيقة هذه الميزة جدا جدا مهمة في الكشافات. طبعا المنتج كما عودناكم بجودة عالية وضمان لمدة سنتين، سعر جدا رمزي ب 65 ريال. الطلب تواصل مع المؤسسة 050-8-654-665، أو ادخل الرابط تحت المقطع، فيه رابط الشراء مباشرة عن طريق موقع إلكتروني، أو حياك الله المحل بأي وقت. طبعا بعد تجربة أحبة والله انكشفنا على ما قالوا في الكامل بتاع كل ذا. يعني ترى أنا قبل أكون مسوق وقبل لا أكون يعني أوريكم البضائع في المحل، تراني مستخدم قبل ذلك. فأنا يعني هذا المنتج الآن له قرابة الشهرين أجربه، لين رأيت أنه يعني على ما قلت الكامل. يعني توقف شوي، صورنا لكم كلمبة لمبة رحلات. يعني بعض الناس تشتري لمبة تشبكها على بطارية السيارة أو على الكبوت، هذه خلاص هذا اللمبة معك، لمبة جانبية تشغلها وتصقها على بطارية السيارة مثل موضوعنا قبل شوي. أو مثلا داخل الخيمة تصير لمبة داخل الخيمة كذلك، وتعلق معك على ثوبك الملاك هذا، كنا كشاف راس او كشاف مشي. بنفس الوقت بعد كشاف يدوي تنور فيه طريقك. فوق ذلك يروح معك الى نص كيلو بالزوم، يعني هذا الزوم الشارد المركز هذا يروح معك نص كيلو، مسافة ما هي بهينة ابد. وشاحن جلاكسي تشحنه باي مكان، يعني نفس شاحن الجوال وين ما بغيت تشحنه. فعزرنا في الكامل. في النهاية سعر كما ذكرنا لكم سعر يعني جدا جدا رمزي.
يعني مقارنة بالمميزات اللي أديها والضمان والجودة اللي عليه. طبعا عليه ضمان سنتين وجودة عالية. هذا والله أعلم محكم. طبعا ساعات العمل، ساعة العمل قرابة من 4 إلى 6 ساعات على حسب درجة الإضاءة تحطها. طبعا حتى كذلك يمديك تحطه جنبك، مثلا توقف وقوف، مثلا أنت بتشتغل شيء على الأرض تحطه جنبك واقف كذا وينولك قدامك. أو مثلا بعض الخيام ما يصير فيها لمبة ولا فيها مكان تلصق فيه، فهذا كذلك فائدة مغناطيس. يعني أنا اليوم بقولك بغيت أركب لمبة في الخيمة ولا حصلت لي والله مكان أعلق عليه اللمبة، فتو حصل الكشاف ذا والبرد هذا الحديد، أبد بس إني ألصق الكشاف فوق بالطريقة هذه، وهذا أنا منور الخيمة كاملة. ما شاء الله تبارك الله، والله إضاءتها قوية مرة. يعني تلاحظون الآن الإنارة، هذه الآن الخيمة إلى موقف قدمي هنا 6 في 3. ما شاء الله تبارك الله.